مشاهدي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم ونهاركم مبروك من شاطئ عين الدياب. فالصورة اللي أمامكم هو لشاطئ عين الدياب، فرق كبير ما بين الشاطئ ديال عين الدياب حاليا والسنوات الماضية اللي كان كله عشوائي. كنتي كتشاهدوا بحال كتشاهد واحد الموسم، او كنتي كتشاهد الفيلم الرسالة، او فيلم ديال غزوة بدر. كتلقى جميع الالوان، كتلقى القياطن، كتلقى المانط، كتلقى ليزور، كانت الامور عشوائية. فالحمد لله سمحنا ولينا كنشاهدوا شاطئ عين دياب بهذه الجمالية، شاطئ منظم الله يعطيهم الصحة. فالاقل كاين واحد اللون موحد، كاين ملعب ديال كرة القدم اللي كتشاهدوا امامكم، كرة القدم الشاطئية. الامور بخير ولا خير، حاولت فقط نعطيكم واحد الطاقة ايجابية في هذا الصباح. وحنا كنتكلموا على الفاكونس، كنتكلموا على نهاية السنة الدراسية، كنتكلموا على الكونجي. فبالنسبة لسكان مدينة الدار البيضاء الامور بخير ولا خير، عكس الماضي اللي كنا كنقولوا شحال عندنا شي بحار ولا عندنا موسم. الان راه ولينا كنشاهدوا بعض الامور بخير، منظمين النظافه، كاين رجل القوات المساعده، كاين رجل الامن في كل مكان في شاطئ عين دياب. خاص فقط المواطنين تاهما يزيدوا شويه من راسهم ويحافظوا على هذه الجماليه. اللي جاب شي حاجه كلاها يديرها في هذا البلاستيكوم اللي سالي يديها معاه، يلوحها في البوبال، ماشي حطها يدفنها في الرمله ولا ينوض يغسل المعان ديالو في الماء. فكنا كنشوفوا شي حوايج كتبقى غير كتشوفو كتقول حسبي الله ونعم الوكيل. ودابا صافا الحمد لله، ولينا بعدا كنقولوا راه عندنا شي حاجه زوينه في كازا في شاطئ عين دياب. اللون الموحد هذه حاجه زوينه، انا كنتمنى فقط ان غير هاد الرايات يزيدوا منهم، لان الرايات كيعطي واحد الجماليه اخرى. لو ما يكونوا زوج يكون على طول كورنيش عين دياب، لان كيعطي واحد الجماليه. وكذلك كنتمنى لي بوبيل يكونوا كثار، المراحيض كذلك يكونوا كثار، لان الشاطئ عين دياب للاسف ما فيش مراحيض. راه اللي حصل كيبان لي غير الصخر ولا الماء. كنقولوا داك الشيء بالواقع زعما ما كنزوقوش. الا بغيتي الطواليط انا خاصك تشد طاكسي. المهم ما علينا، هذه الصوره اللي كاينه هنا في شاطئ عين دياب. بالموازاة مع الباراسولات والامور الاخرى، فهنا كيتم بناء واحد المقاهي، واحد المقاهي اللي جميله جدا، مقاهي ما غاديش نقول شعبيه ولكن شبه شعبيه، فقط من الخشب على طول كورنيش عين دياب، احسن المروكومول. كتلقى واحد المقاهي بنفس اللون، لون موحد اللي هو الباج والبيض، فيهم الباليت العود، شي حاجه بسيطه ولكن بواحد الجماليه اللي مطله على الشاطئ. ثمن جد مناسب عكس باقي المقاهي الاخرى. للاسف بان هاد المقاهي عندهم فقط غير واحد الوقت وفصل الصيف، حنا كنتمناو ان هاد المقاهي يستمروا على طول السنه، لان محتاجين فضاءات بهذا الشكل يكونوا بساط ديال الدراوش على طول السنه. المهم كاين هاد المقهى ديال الله كيجهزوا فيها، كاين مقهى اخرى حدا كي اف سي، وحده اخرى حدا الواقع المدنيه، وحده اجمل حدا المدخل ديال السيد عبد الرحمن. المهم الامور غدا وكتزيان الحمد لله، فقط كنتمناو ان هاد الشيء يستمر وتكون النظافه، ويكون كذلك المواطن البيضاوي سوي يحافظ على هاد الشاطئ
لا جبتي شي حاجه ملي تسالي جمعها وديها معاك للدار، ولا ديها غير اللوحه في البوبيل، ما تلوحاش للناس اخرين يجيو ينقلوك بلاصتك. إذن تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.